أحد المعوقات اللي بتعوق استجابة الصلاة هي إن إحنا بنصلي صلوات غلط. يقول كده في يعقوب: تطلبون ولا تأخذون. لماذا؟ لأنكم تطلبون رضيا. شايفين الطلبات إيه؟ طلبات رضية. ما هي الطلبات الرضية؟ تطلبون ولا تأخذون لأنكم تريدون أن تنفقون على ملذتكم. إذن إيه هي الطلبات الرضية؟ الطلبات الرضية اللي مش بيسمع لها ربنا أصلا، لما أنا بقى هدفي من الطلبة أو الصلاة أتمتع بالدنيا. يقول لك تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رضيا. تطلبون ولا تأخذون لأنكم تريدون أن تنفقون على ملذتكم. رب يسوع قال كده: اطلبوا. قبل ما يقول لنا اطلبوا قال لنا: لا تهتموا بما تأكلون ولا تشربون ولا تلبسون. انظروا إلى طيور السماء. وفي نهاية الإصحاح ده يقول إيه؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. إيه هذه كلها؟ الأكل، اللبس، الشرب، احتياجاتنا في هذه الحياة. هو وعد هتبقى زيادة في فيض، هديها لك بفيض. إمتى؟ لما تطلب ملكوت الله وبره، لما يأتي ملكوت الله وبره على حياتك، كل ده هيبقى زيادة بفيض. وعد الله لكل ابن وابنة ليه إنه لن يحتاج شيء، لن يعوزك شيء.